إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة ورب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فخلاص رمضان أصبح بيننا وبين ساعات يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني مش عايزين نفاجئ كده رمضان داخل برغبة الموقف، لا، احنا عايزين دلوقتي ندخل في طول رمضان تماما وعبادات رمضان واكتئاب رمضان، عشان كده كلمة دلوقتي بإذن الله طبعا علوش يهمنا، بس علوش يهمنا في القرآن. ليه بقى؟ لأن احنا عايزين دلوقتي نوطن علاقتنا بالقرآن، فكلمة النهاردة تبقى برضه من القرآن. القرآن بيوطن كلنا على علوش يهمنا، من أول الفتحة، أول ما تكتب الفتحة الدعاء بتاعها إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، بس استنى كمالة الدعاء، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا رب أنا عايز أفتح الصراط، أنا عايز أمشي في طريقك يا رب، أنا عايز أمشي في طريقك أوصل إليك، بس مش أي ماشي، مش أي لا، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصادقين والأبرار، يعني يا رب اهديني أعظم طريق ليك، يا رب خليني أسرع واحد بيمشي إليك، يا رب اهديني طريق الصادقين، خليني الصادقين يا رب. فأنت لو فهمت كلمة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني يا رب أنا مش عايز أي حاجة، لا، أنا عايز أبقى في بساطة صحابة الأنبياء، أنا عايز أبقى في عظماء السلف في الطريق إليك يا رب. فتدخل بعد سورة الفتحة، تدخل على سورة البقرة، سورة البقرة من أولها برضه تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. أولئك إيه؟ على هنا تشبيه للهدى كأنه جبل، جبل كبير، جبل عالي، وهم فضلوا يطلعوا على الجبل، يطلعوا لغاية ما وصلوا لقمة الجبل، أولئك على هدى من ربهم. جزاكم الله كل خير. يبقى إذا يا جماعة بنتكلم إن علو الهمة في القرآن من أول ما بتدخل سورة الفاتحة وربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين انعمت عليهم، يعني يا رب مش عايز اي هداية، انا عايز يا رب ابقى من السابقين في الطريق اليك. بعد كده تدخل سورة البقرة تلاقي ربنا بيقول لك اولئك على هدى من ربهم، يعني من اولها كده على هدى، كأن الهدى ده يعني يا اما حصان انت راكبه ومنطلق فيه، يا اما الهدى ده جبل انت فضلت تطلع لغاية ما وصلت لقمته ووقفت في قمة الرسوخ والتمكين على القمة بتاعته. يعني يا جماعة هو في حد بيطلع جبل غير بعد مجاهدة؟ يبقى جهدت وتعبت واستحملت لغاية ما وصلت لأعلى هذا الجبل والأعلى هذه القمة، ولما وصلت لأعلى هذه القمة عملت ايه؟ خلاص بقى استقريت وتمكنت من الهداية. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة الأحزاب، بيقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجالة، يعني احنا قاعدين الوقت مع بعض مش كلنا رجالة، مش كلنا فعلا جادين في دين ربنا، مش كلنا عندنا جديه في التزام. من المؤمنين رجال، في جزء منهم رجاله والجزء الثاني متفرجين. من المؤمنين رجال، في منهم رجاله هيكسروا الدنيا في رمضان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لما عهدوا ربنا صدقوا في العهد، لما عهدوا ربنا انهم هيدافعوا عن الدين وهيدافعوا عن الاسلام اتقطعوا حتت في الغزوات. جعفر بن ابي طالب اتقطع حتت في نقطه ونفذ العهد اللي صدق اللي وعد ربنا عليه. مصعب بن عمير اتقطع حتت في احد ونفذ العهد اللي عهد ربنا عليه. يبقى الصحابه يا جماعه لما نظروا ولما عهدوا ربنا ان هم يضحوا عشان الدين طلعوا مالهم كله لله عشان العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى عهد ربنا عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انت عهدت ربنا على ايه؟
انت عهدت ربنا على ايه؟ عهدت ربنا انك انت هتعيش عشانه؟ عهدت ربنا انك انت هتدي دعايه اليه؟ يا جماعه لازم نعهد ربنا على حاجه، لازم. يعني الواحد اول ما التزم مثلا بعد كده يوم وقفت صليت ركعتين لله، خلاص يا رب انا بعهدك ان انا في الطريق لغايه ما تقول الحمد لله ربنا يثبتنا يا جماعه يا رب ان شاء الله. دي فتره كده الواحد مثلا لما سمع خبر مثلا صعب عن احوال الامه او حاجه حصلت للمسلمين في جزء من اجزاء العالم، تقف تعهد ربنا يا رب انا بعهدك ان انا اعيش حياتي لدينك. والله يا جماعه انا اذكر مره الواحد كتب ورقه، انا ما اعرفش الورقه دي فين لان تقريبا خلاص ضاعت مني، يعني ورقه يعني الواحد عاهد فيه ربنا سبحانه وتعالى ان خلاص انا هعيش حياتي كلها عشانك يا رب، هعيش حياتي في الدعوه الى الله. حتى الواحد خاف ايامها، يعني اذا عاد ربنا توصل ورجعت في كلامك، خلاص يا رب انا ورطت نفسي، انا ورطت نفسي في طريق الدعوه، انا ما عدتش عايش لاي هدف غير هدف الدعوه اليك. يا جماعه عايزين نعهد ربنا، وبعد كده يبقى كل همنا الصدق في العهد مع الله. شوفوا الصحابه عهدوا ربنا على ايه وصدقوا في العهد مع الله. طب انت عهدت ربنا؟ طيب اللي عهد ربنا صادق في العهد، جد في العهد، ماشي بالطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. يعني ايه نحبه؟ في اللغه يقول لك النحب يعني النذر. يعني ايه قضى نذره؟ ده واحد اتقتل في المعركه، يعني ايه قضى نذره؟ يعني كان ناذر حياته لله، كان ناذر عمره لله، كان يا رب انا نظرت لك عمري يا رب، خلاص يا رب خلاص انا مش لاقي حاجه اشكر بها نعمه الاسلام والهدايه اللي انت انعمت بها عليا غير ان انا روحي كلها بتبقى عشان الطريق ده، غير ان انا ضحيت حياتي عشان الاسلام. عشان كده ربنا بيقول ايه في سوره ال عمران، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بيقول الصحابة وسأجزي اللهم الشاكرين وهو محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مال الشكر هنا؟ ده واحد داخل في معركة هيتقتل، مال الشكر هنا؟ كأن شكر نعمة إن ربنا هداك، إنك أنت تضحي بحياتك عشان الطريق ده. وفمنهم من قضى نحبه، يعني نظر حياته لله. وفعلا كلمة قضى دي زي يقول لك قضى الدين، حاسس ان دينه ده، ان دينه ده دين في رقبته، حاسس ان دينه ده امانة لازم يأديها، حاسس ان دينه ده مسؤولية في حياته، فقضى الدين اخيرا، قضى الامانة اخيرا، ادى الامانة اخيرا. فمنهم من قضى نحبه، من ضمن يعني المعاني بتاعت النحب في اللغة معنى جميل جدا، يقول لك النحب يعني الايه؟ النحب يعني في معنى يقول لك النحب يعني النذر، النذر الواحد نظر لربنا سبحانه وتعالى. طب نظر عمره لله سبحانه وتعالى، فمنهم من قضى نحبه يعني قضى نظره، يعني قضى عمره كله من اجل الله سبحانه وتعالى. ومنهم من ينتظر، ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبه، يعني مستني انه يتفق في سبيل الله، مستني انه يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. من ضمن معنى النحب يقول لك الامنيه او الحلم، يعني كانت امنيه حياته انه يموت في سبيل الله. انت امنيه حياتك انك تموت في سبيل الله؟ انت امنيه حياتك انك تموت شهيدا في سبيل الله؟ مين فينا في الجزء الاخير من الليل بيقول يا رب انا عايز اموت شهيد في سبيلك يا رب؟ قضى نحبه يا جماعه، واخدين بالكم ربنا عبر بلفظ شكله ايه؟ ومنهم من ينتظر. اللي بينتظر ده واحد قاعد مستني مثلا إيه؟ مثلا مستني مراته اللي بيحبها، او مستني اخوه اللي جاي له، فيقول او مستني صاحبه العزيز عليه قوي، يوم يسمع صوت في الشارع يجري يبص من الشباك، يسمع صوت ورا الباب يجري يبص، مش في الراعي يمكن يكون وصل للباب مش عارف يخبط، يسمع رنه المحمول يجري عشان يكون هو اللي بيتصل بيه، مستني الموت هيجي منين؟ يا رب هقابلك ازاي؟ يا رب الموت في سبيلك هيجي امتى؟ يا رب انا لسه موت في سبيلك، انا عايش في سبيلك ومستني اللحظه اللي اموت فيها في سبيلك، عشان يبقى حياتي كلها في سبيلك وموتي كله في سبيلك يا رب. ومنهم من ينتظر. يا رب في انسان مستني الموت، في انسان مستني ان لمه يزق يا رب عشان ربنا. وما بدلوا تبديلا، اهي دي رساله لينا كلنا، ما غيروش، ما بدلوش، الايام ما غيرتهمش، الدنيا ما غيرتهمش، التخرج من الجامعه ما غيرهمش، الوظائف ما خرجتهمش، ما غيرتهمش، الفتن لما تعرض عليها فتن او تعرض عليه فتن ما تغيروش، فضلوا زي ما هم، فضلت احلامهم زي ما هي، فضلت افكارهم زي ما هي، فضلت طموحاتهم زي ما هي، فضلت اهداف حياتهم وصلت للاسلام زي ما هي، فضل جهدهم زي ما هو، فضلوا مجتهدين للدين ما بيبطلوش مجهود للدين ليل ولا نهار، فضلوا يا جماعه ناس امنيه في حياتهم ناس وصعوا ربنا، فضلوا مجتهدين في الدعوه زي ما هم. يا جماعه يا ترى احنا بعد 5 سنين، بعد 10 سنين ممكن نقدر نتقابل مع بعض؟ بعد 5 سنين لسه هتفضلي تسمعي دروس؟ لسه هتفضلي نفسك توصلي لربنا؟
بعد 5 سنين لسه نفسك تفضل انك تتعلم الدعوة، نفسك تكتشف الدعوة زي ما انت. بعد 5 سنين هنفضل لسه في طريق الدين يا جماعة، ولا انت هتتجوزي وتخلفي عيلين تلاقيهم وتنسي، وانت يجيلك عقد عمل بره وتسافر وتنسى طريق الدين وتنسى الدعوة وتنسى المدعوين اللي بتدعوهم، وانت هتنسى سماع الشرائط وهتنسى المواقع الاسلامية وهتشوف في زحمة الحياة. يا ترى يا جماعة احنا بعد كذا سنة هنفضل في الطريق ولا لا؟ من المؤمنين رسال صدقوا ما عاهدوا الله عليها، نصدق في عهدنا لاخر لحظه هنقابل فيها ربنا ولا لا؟ ومنهم من ينتظر ولا بدله تبديله. احنا مستعدين ندفع ثمن ان احنا نفضل في الطريق ده ولا لا؟ انت متخيل الصحابه اللي كانوا داخلين دار الارقم من قبل الارقم؟ متخيل الصحابه اللي داخل دار الارقم اول مره مصعب وهو داخل دار الارقم كان عارف كان دخلته من الباب ده؟ كل الصحابي كان داخل كان عارف كان دخلته، شاف قدامه خباب وهو اول ما دخل اتجاب واتقود النار قدام الناس، وشاف قدامه بلال اول ما دخل اتجاب واترمى وهو عارف صدره والظهر على عمر الصحراء، واتحط قدامه حجر والاطفال فضلوا، شاف قدامه انا شاف قدامه سعد بن ابي وقاص لما دخل لما ابوه جابه ولف الحصير عليه وولع الحصير من فوق وبقى هيخنقه من جوه، شاف قدامه سعيد بن زيد لما دخل والتجويع اللي حصل لهم، شاف قدامه الصحابه اللي لما دخلوا ما لقوش غير ورق الشجر ياكلوه، داخل وهو عارف اللي هيحصل له، داخل وهو شايف قدامه سميه لما دخل الدار الارقم دفعت عمرها ثمن الدخل دي، وعمار دفع حريته ودفع التعذيب اللي هو تعذيبه ثمن الدخل دي. فانت يا جماعه احنا دفعنا ايه؟ انت دفعت ايه ثمن الدخل اللي انت قاعد قدامه دلوقتي؟ انت دفعت ايه ثمن رمضان اللي جالك الوقت؟ في ناس يا جماعه جابت وضحت بدمها عشان نطلع احنا في مجتمع كله مسلمين، في ناس ضحت بدمها، انت ضحيت بايه؟ انت عملت ايه؟ انت ايه اللي انت عملته لدينك ولا اللي انت عملته في علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ ايه اللي انت بتعمله الوقت يسبب ان ربنا يفتح عليك؟ احنا قاعدين الوقت على الروم، مش عارفين احنا قاعدين الوقت على الروم يا جماعه. الروم اللي احنا قاعدين عليه الوقت ده ايه؟ سبحان الله العظيم. فينا ممكن 2 3 بكره ربنا سبحانه وتعالى هيكتفيهم دعاء. في من الاخوات اللي قاعدين معانا 3 4 بكره ربنا سبحانه وتعالى هيكتفيهم دعاء. 3 4 من الاخوات مثلا، انتوا منهم ولا لا؟ مين اكثر قلوب فيكم؟ مين اكثر ناس فيكم؟ مين اكثر ناس مجتهده الليل والنهار فيكم؟ مين اكثر ناس شايله هم الدين؟ احيانا الواحد والله يقعد يفكر هو ربنا يعني انا مره كنت قاعد مع الشيخ محمد يعقوب، كنت قاعد مع بيته، فبيقول لي انا ساعات افكر انا ربنا فتح لي الفتح ده كله ليه؟ ان ربنا فتح لي ابواب الدعوه ده وفتح لي قلوب الناس ليه؟ الاقي ان مفيش غير حاجه واحده بس. ايه هي؟ عارفين قال ايه؟ قال لي الرغبه، ان انا عايز، ان انا فعلا انه فعلا حياته كلها هيموت عشان يشتغل لدين ربنا، هيموت عشان يعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه شوفوا الصحابه استحملوا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. كان في مسلمين في مكه ما عرفوش يهاجروا، المشركين منعوهم وضيقوا عليهم، فربنا بيقول للمسلمين انتوا ما تقاتلوش في سبيل المستضعفين دول ليه؟ انت واخد بالك؟ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال. يا رب ان الرجال، كلمه الرجال دي في القران يعني راجل غير ذكر، الذكر دي اثبات للجنس ان هو ذكر، انما رجل دي اثبات لان هو فعلا عنده رجوله بدون الله. ايوه هو ممنوع، هو مستضعف، هو متأيد في بلده، هو مكه مليانه فتن، هو انت دلوقتي بلدك مليانه فتن، ولكن انت راجل راجل الفتن ما بتأثرش فيك، راجل مهما كانت تضيق عليك في بيتك ولا تضيق عليك في بلدك ولا تضيق عليك في محافظتك، انت راجل ومصر انك تعمل لدين الله كرجاله في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، مقفول عليه في مكه وممنوع ان هو يهاجر، ومصر انه يشتغل في الدعوه في مكه، ومصر انه يستمر في العباده في مكه، ومصر انه يظهر دينه في مكه. انت راجل ولا مش راجل؟ انت راجل ولا لا؟ وانت عندك جديه في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ولدان اطفال؟ هو في اطفال كانوا مستضعفين؟ هو اولاد الصحابه كانوا بيتاذوا بسبب الصحابه؟ انت متخيل ان ابنك يتاذى بسببك؟ ان ابنك كمالك يتاذى بسبب رساله ماشي؟ ابني يتجاب ويتبهدل ويتضرب ويتاذى ويمتحن ويضطرب بسببي؟ لا، الصحابه استحملوا ان اولادهم يتبهدلوا بسببهم، واولادهم يدخلوا الجهاد بسببهم. والنساء، مراتي انا تتبهدل، انا مراتي بسبب النقاب اللي هي لابساه، ممكن تقف على باب الجامعه وممكن تقف، انا مراتي انا كده. سبحان الله العظيم يا جماعه، استحملوا يا جماعه، ياما استحملوا. انا بقول لك دلوقتي ما لكم لا تدعون في سبيل الله
ومن اجل اطفال الاطفال فلسطين بيحصل لهم ايه وبيتجوزوا قد ايه، النساء في العراق بيحصل لهم ايه، الرجال والنساء والولدان في افغانستان بيحصل لهم ايه. يا جماعه المسلمين مستضعفين، مفيش وقت ان احنا ننام. انا والله العظيم ماشي النهارده في الشارع انا حاسس ان انا مخنوق. يعني انا ماشي العربيه اللي راكبها جنبها عربيه مشغله كاسيت على صوره، والعربيه المحل اللي جنبها مشغل كاسيت في سمع الشارع، وفي مش عارف بنت ولد ماشيين فيه. يا رب يا رب المنكرات دي تزول ازاي الا لو في رجاله شغاله ليل نهار. يا رب عشان البلد بتاعتها تستسلم، عشان الواقع الاسلامي، عشان المجتمع الاسلامي بتاعنا يبقى كله مسلم ويبقى كله ملتزم، لازم يبقى في رجاله تشتغل. عشان النت يتسلم لازم يبقى في حمايات. يعني انا بديكوا درس على النت، ادخل انت بعد الدرس على اي روم في البلتوك ولا عليهم ميسنجر، ادخل انت ادخل ادعو لله، ادخل وكلمهم عن ربنا، ما تتكسفش ما تتكسفيش. قوم كلمي واحده من صحباتك، قوم كلمي مجموعه من صحباتك واتفقي معاها انكم هتخلصوا كتاب الشيخ يعقوب اسرار المحبين في رمضان. قوم مع ثلاثه اربعه من اصحابك اتفق معاهم انك هتخلص كتاب الشيخ يعقوب قبل رمضان في الاسبوع ده اسرار المحبين في رمضان. قوم يا جماعه اشتغلوا وادعوا لله سبحانه وتعالى. ما تناموش يا جماعه، ما تناموش والله ما عادش وقت للنوم. والله يا جماعه لو حد مننا قلبه مليان شوق للجنه ما يعرف ينام، لو حد مننا قلبه مليان خوف من النار ما يعرف ينام، لو حد مننا قلبه مليان هم الدين وهم احوال المسلمين ما يعرف ينام. ده النبي كان في قيام الليل صوت صدره زي صوت حلوه الميه اللي بتغلي على النار، يعني الهواء كان بيدخل بارد في صدره، صدره مولع نار من كتر الهم، الهواء يغلي من كتر غليان الدم اللي في صدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين؟ متخيلين ان في ناس عاشت لدينها؟ انت ليه ما بتفتحش دينك؟ انت ليه ما بتفتحش دعيه؟ احنا ليه بنفرط في ملك الاخر؟ احنا ليه بنفرط؟ احنا منتظرين ان احنا ننام وناكل ونشرب ونعبد ربنا شويه وفي الاخر ان شاء الله في الفردوس الاعلى. ازاي يا جماعه؟ ازاي بس؟ بالله عليكم بالله عليكم، عايزين نسخن في ديننا، عايزين نعزم على ان رمضان ده باذن الله سبحانه وتعالى القران والدعوه، خلاص قران ودعوه. واذا كان في صنائع معروف او صنع خير او يمن الصدقات من اجل صنع الخير او توصيل يعني اكل لليتامى او كده، انما القران والدعوه، شغل في القران من نار من نار. انتوا عندكم مثلا سلسله التفسير اللي 30 حلقه على ويت الله مثلا، اسمع كل يوم حلقه واقرا جزء وقوم الليل بيه وصلي في التراويح وصلي في التهجد واقرا جلسه الضحى، اتربوا بقى، نطلع بقى نطلع باذن الله سبحانه وتعالى. الواحد بيحاول يعني بيحاول ان شاء الله في رمضان يبقى الروم يعني في شغل بيننا وبين بعض جامد على الروم ان شاء الله، على الغرفه الصوتيه هنا، وبنحاول ان احنا نعمل برنامج تربوي كبير في رمضان ان شاء الله. يعني ممكن رب يعني حسب ما ربنا ييسر، كل حاجه من عند الملك سبحانه وتعالى، كل حاجه بتترتب من فوق. ف ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان في رجاله، في رجاله في الدين، في رجاله. فانت انت في انت في اسم واحد عبد الله بن حذيفه السامي، عبد الله بن حذيفه السامي صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ملك الروم اثروا في غزوه مع الروم راوا مجموعه من المسلمين، وكان في عهد عمر بن الخطاب، وكان في عهد من صحابه النبي، ملك الروم استدعى لما عرف ان في صحابه من صحابه محمد، هاتوه اما نشوف الناس دي انس ولا جن. ملك الروم بيقول له تنصر، سيب دينك واتبع ديني، واطلق سراحك. واطلق سراح مين؟ ده انا عايش مسجون طول عمري بس الدين اغلى عندي. سيدنا يوسف اختار السجن وقال السجن احب الي من الزنا، يبقى انت عايزني عشان ما تسجنش اشرك بالله؟ لا يمكن. احنا انتوا مش عارفيننا، احنا بينا اغلى حاجه عندنا، احنا عايزين نوصل للناس المفهوم ده يا جماعه، ان احنا بينا اغلى حاجه عندنا، بينا اعظم حاجه عندنا. فتنصر واعطيه، تنصر، فقال له طب تنصر واعطيك نصف ملكي، والله لو اديتني ملكك وملك، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك هذا الدين طرفه عين ما تركته ابدا ابدا، ده ديني، دينك دينك لحمك دمك. انت حاسس ان لو كلام الليل راح عليك ليله كانك حط حته من لحمك؟ انت حاسس ان لو ورد القران راح عليك يوم كانك حط حته من لحمك؟ انت حاسس ان لو جلسه الضحى راحت عليك في يوم او الدعوه الى الله ما اشتغلتش في يوم كانك حط حته من لحمك؟ فقال لا، لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما فعلت. طب نعمل معاه ايه؟ هاتوه علقوه وافضلوا اضربوه بالسهام، بس هو اسلوبه احنا بنهوش بس، عايزين نذله، عايزين ياخده، عايزين المسلمين يركعوا. عملوا معاه كده ما تفطرش، لا 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 لا، بصوا بقى الناس دماغها ناشفه، حطوه في السجن وهاتوا له بعد ما تجوعوه ثلاث اربع ايام يموت من جوه العطش، دخلوا عليه خمره ولحم خنزير. فلما فعلوا هذا نظر الى خمره ولحم الخنزير وقال اني لاعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شباب، يا اللي سمتنا مش خسران فينا،
يلي سميتنا بوتين وبلير فينا، يلي سميتنا اليهود والامريكان والغرب الكافر فينا، يلي سميتنا الروس والهندوس فينا، الشاب اللي ماشي خلص السلسلة، والبنت اللي ماشي كشف شعرها، والبنت اللي ماشي لبس 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 محجبة، وزال والله العظيم ما تعرف هي رجعت بيتها بكمية جبال ذنوب شكلها ايه في الخارجة الواحدة. يا جماعة احنا نشمت العدوين فينا، نشمت الكفار فينا، قوموا اشتغلوا وخليكم رجالة. لما بوش يشوف واحد منكم يتقهر ان دول جيل الاسلام الجديد، قوموا اشتغلوا. وانت لما تخليه تتجوزي وتخليه ترد رجالة، لما شرون ولما واحد من اليهود يشوفهم يتقهر ان دول جيل المسلمين الجديد. قلنا طب نعمل معاه ايه بقى؟ طب دخلوا عليه امرأة بقى من فتيات الروم الجميلات كده، احنا جربنا معاه الشاب ده، نجرب معاه الرقي. خدوا بالكم كل دي فتن، الشباب لو اتعرض عليه واحد على 100 منها بيقع، انما ده ثابت لانه راجل، لانه قلبه مليان يقين، لانه قلبه مليان قرآن، لانه قلبه مليان قرآن وايمان. ده واحد متربى يا جماعه قرآن، لو اتربى على القرآن مفيش فتنه هتأثر فينا، لو القرآن دخل قلبك ولا قلبك مفيش فتنه هتأثر فيكي. طيب دخلوا عليه امرأة من نساء الروم، فدخلت شوية والاخر جابت له لا ادري ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر. اي حجر؟ انا شوف واحدة معدية في الشارع لو بصت لها ممكن ادخل جهنم بسببها. ده انا بقى مجنون لو بصيت، ده انا بقى مجنون لو اتفتنت مهما كانت الفتن شديدة. ثم طب هاتوا بقى وهاتوا احد، هاتوا اخركم معاه بقى، هاتوا قدر من الزيت المغلي، فهات واحد اسير معاه ورموه في الزيت المغلي قدام عينه يسيح، بصيته تسيح قدامه. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه. بس انت سلمت ولا ايه؟ ما يبكيك؟ قال ابكي لاني وهذا الرجل كنا نتنافس في طاعه الله، وقد مات موتة لا اصدقه بعدها ابدا. يا جماعة شايفين الناس بتفكر ازاي؟ شايفين الناس زعلانة على ايه؟ انت زعلان ليه؟ انت زعلانة ليه؟ احنا احزاننا ايه يا جماعة؟ شايفين زعلانة عشان ايه؟ عشان واحد سبقوا لربنا، واحد سبقوا لربنا مش قادر يستحمل ان واحد يسبقوا لربنا سبحانه وتعالى. ثم طب ارموه هو بقى وراه. فلما جم يرموا عبد الله بن حذافة السامي بكى. انت بتبكي ليه؟ ابكي لانه ليست لي الا نفس واحدة تموت في سبيل الله هذه الموتة، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت في سبيل الله هذه الموتة. لما ملك الروم لقى الموضوع كده قال بس الناس مش عارف نوصل معاه حاجة، يا ريت يا جماعة، يا ريت واحد مننا بس يبقى كده، يا ريت انت تربي لنا ابن كده، يا ريت تطلع لنا راجل كده، يا ريت يا جماعة نبقى كده. فقال طب كبر رأسي واعطيك نصف، كبر رأسي واطلق صراحة، بص رأسي. كانت البعثة يعني المسلم لما يبص الراس كانت حاجة غالية قوي، الراس يبص الجزء وبعد كده يضربوا بيها ومفيش حد بيعبره. كبر رأسي واعطيك نصف ملكي. قال لا، ولكن تطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. وافق ملك الروم. رجع عبد الله بن حذافة مع الاسرى لعمر بن الخطاب، فلما علم عمر القصة قال حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. يا جماعة انت حضرتك على قطب القرآن من الوقت ايه؟ وان احنا نعمل برنامج في رمضان، برنامج عظيم كبير يخلي كل لحظة في حياتنا في رمضان جدية ورجولة. ممكن نتعمل ليلة العيد على الروم يا جماعة، مهما اشتغلت كلنا مقصرين. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فاحنا عايزين نحلم كلنا بيوم ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، عايزين نحلم كلنا اليوم اللي ربنا يقول علي وعليك وعليك نعم العبد ويقول عليك نعم الأمة. خلاص يا رجالة، يعني احنا اتكلمنا مع بعض دلوقتي النص ساعة دي، فأتمنى على الله سبحانه وتعالى ان احنا بقى نبدأ بداية جد بقى، ويبقى علو الهمة هو المثل الاعلى بتاعنا في رمضان، علو الهمة المرجالة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. يوم الليلة مثلا كل واحد ممكن يمسك سورة النمل ويصلي بيها، مثلا سورة النمل دي أول مرة أفتح المصحف وأقرأ سورة كاملة كده بالليل كان سورة النمل، واستغربت إيه الكلام الجميل ده؟ إيه كل واحد أنا في أول كلية، إيه الروعة دي؟ وبدأت إن أنا أدمن الموضوع ده بقى، أقعد أذاكر وأجي بقى بعد ما أخلص المذاكرة أمسك سورة من سور القرآن الكبيرة وأقعد أقرأ من كتر جمال القرآن. فيا جماعة نتمنى على الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعلي همنا في رمضان، وان يفتح علينا في رمضان، وان يجعل رمضان فتح لنا في قلوبنا وفتح لنا في ايماننا وفتح على المسلمين جميعا في الهداية يا رب اللهم امين يا رب، وفتح على الشباب والفتيات في الهداية يا رب اللهم امين، وان هو يجعل رمضان كل دقيقة فيه فتح علينا في حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم،
شوفي حالك. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا.